بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل الحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء، وفي كمان النهاردة الصبح شبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة. احنا طبعا اليوم هنبدأ نشهد ارتفاع طفيف جدا في درجات الحرارة عن الأمس أو الأيام الماضية بحوالي من درجتين لثلاث درجات. الارتفاع ده هيكمل معنا إن شاء الله لمنتصف الأسبوع القادم بسبب تأثرنا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وتقليل كميات السحب اللي موجودة في السماء، بالإضافة كمان مصادر الكتل الهوائية معظمها كتل هوائية قادمة من على الصحراء، فهتخلينا نحس بالدفء أو الارتفاع في درجات الحرارة فترات النهار. يعني احنا اليوم بنبدأ بانخفاض درجات الحرارة والأجواء المائلة للبرودة، مع تقدم ساعات النهار وسطوع أشعة الشمس الأجواء بتكون أجواء معتدلة تماما على أغلب المناطق الشمالية الموجودة في البلاد، السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، أجواء مائلة للحرارة على محافظات شمال الصعيد، حر على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار. لكن مع الغياب التام لأشعة الشمس ودخول فترات الليل درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير وملحوظ، وهنحس بالأجواء الباردة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. هيكون فرق بين فترة النهار وفترة الليل حوالي 10 درجات على القاهرة الكبرى، بعض المناطق هيوصل ل 12 و14 درجة مئوية، فمهم جدا ناخد بالنا من التباين بين درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل، وما نغيرش نوعية الملابس أو ننخدع بالدفء فترة النهار لأن فترات الليل هنحس بالبرودة الشديدة. طبعا مع وجود الاستقرار في الأحوال الجوية، دايما الظاهرة الجوية اللي هتكون مؤثرة معانا اليوم وخلال الأيام القادمة وتكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية. مهم كمان نحذر قائدي المركبات والمسافرين على الطرق مع وجود الشبورة المائية، لازم القيادة بهدوء تام ونتبع كافة تعليمات المرور. بالنسبة لسرعات الرياح، وطبعا هيكون في يعني سرعات نسبية للرياح خلال فترات الصباح أو فترات المساء، دي هتساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، لكن في مجملها هي رياح معتدلة وبالتالي هتؤدي لاعتدال حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وهيكون مؤهلين إن شاء الله لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية. هو ارتفاع درجة الحرارة اللي احنا بنتعرض له اليومين دول، هل هيكون برضو في فرص لسقوط أمطار في بعض المحافظات خصوصا الحدودية مثلا؟ هو طبعا مع ارتفاع درجات الحراره وكمان وجود المرتفع الجوي، فرص سقوط الامطار بتكون ضعيفه جدا خلال هذه الايام في اي منطقه من مناطق الجمهوريه، ده طبعا لمده 72 ساعه قادمه، لكن ناكد ان احنا في فصل الخريف وارد جدا يحصل تغيرات في الحاله الجويه، عشان كده احنا دايما بنقول مهم جدا في الخريف بيحصل تغيرات في خريطه الطقس بشكل حاد وبشكل سريع، فمهم جدا نتابع النشرات الجويه، لكن نطمن كل الساده المشاهدين ان فرص الامطار هتتلاشى بشكل كبير من على كافه انحاء الجمهوريه على الاقل 72 ساعة. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي تعالوا نتابع درجة الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأ بالقاهرة العظمى 24 والصغرى 14، العاصمة الإدارية 24-14، اسكندرية 23-15، العالمين الجديدة 23-14، مطروح 24-12، دمياط 23-15، بورسعيد 23-15، الإسماعيلية 25-13، السويس العظمى فيها 24 والصغرى 13، العريش 22-12، كاترين 19-5، طابة 22-14، حلايب 25-19، شلاتين 27-18، شرم الشيخ 25-18، الغردقة 26-17، الفيوم العظمى فيها 24 والصغرى 13، بني سويف 24-12، الوادي الجديد 25-11، أسيوط 25-9، سوهاج 25-11، قنا 26-13،
الأقصر 25-12 وأخيرا أسوان العظمى فيها 26 والصغرى 13. ونحب نأكد عليكم مرة تانية ما تتأثروش بارتفاع درجات الحرارة وتبتدوا تخففوا ملابسكم، إحنا داخلين خلاص على فصل الشتاء خلال أسبوع أو اتنين بالكتير ونبتدي نحس بالبرودة الكبيرة، ما تتخدعوش بالتغيرات اللي إحنا بنتعرض لها لأن إحنا ما زلنا في فصل الخريف. نرجع مرة تانية للشاذلي وجمانة نكمل معهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك يا رامي، شكرا جزيلا.